السيد نبيل القروي عارفين، احنا من ايام عارفين انه ماهوش باش يخرج، لانه اللي دخلوا للسجن قرار سياسي وما يخرج كان بقرار سياسي، واللي بيدوا اليوم التحكم في قوانين اللعبة هذية اليوم عنده مخطط. المخطط هذا هو الانقلاب على شرعية الصندوق، وانه يواصل في الحكم احب من احب وكره من كره. لكن نعود ونقول الكلام قلنا قبل، هذوما ناس ما يعرفوش الشعب التونسي، عندهم حق ما يعرفوش حقيقة الشعب التونسي. الشعب التونسي اليوم يحب على برنامج اقتصادي واجتماعي، ويعرف اللي حزب قلب تونس عنده البرنامج هذا الاقتصادي والاجتماعي اللي بيخرج باش يخرجوا من ازمته. وهكا علاش اليوم كل السبل قاعدين الناس هذو يستعملوا فيها، بداوا بمحاولة اقصائنا عن طريق مجلس النواب وفشلت العملية، اليوم اقصائنا بوضع رئيس الحزب ومرشحنا للرئاسية في السجن في نفس الاتجاه. لكن بطبيعة الحال الناس عملت المسارات هذه مش باش تجي قبل الانتخابات التشريعية بيومين وتقرر معناها اني تخرج السيد نبيل القروي سياسيا، لانه كما قلنا وتو يفسر سي عياض معناها كيفاش انه اليوم حتى الجهة اللي باش تحط السيد نبيل القروي في السجن تلمت ولقات الاسباب، لكن شكون باش يخرجوا اليوم؟ كل واحد يرمي المسؤولية عند الاخر. وبطبيعة الحال نعرف احنا اليوم ان المسؤولية بيد حركة النهضة وعن طريق أداتها التي تنفذ بها مخططها اللي هي تحيا تونس ممثلة في رئيس الحكومة والحكومة. دونك المسألة هذه اليوم واضحة بالنسبة لنا. الحاجة الأخرى اللي تخلي إنه معناها المواطن يعرف اللي قلب تونس اليوم عنده برنامج. الحاجة الأخرى اليوم اللي هي رفض حزب قلب تونس، وهذا عبر عليه رئيس الحزب السيد نبيل القروي من سجنه، أننا نرفض ولن نتحالف مع حركة النهضة. هذا مربط الفرس، وهذا كنا عبرنا عليه مسبقا ونزيد نأكد عليه اليوم، لن نتحالف مع حركة النهضة وتحيا تونس، وخاصة في قيادة تحيا تونس، لأننا نعولوا على ناس شرفاء في البلاد هذه اليوم تعرف اللي العملية هذه إقصائية، وتعرف العملية هذه باش تدخل تونس في باب معناها إن شاء الله ربي يقي تونس من أي نوايا يتربص ومعناه تتربص بتونس.